ومعنا مشاهدينا الكرام، معنا لتسليط الضوء على الصراع السياسي في العراق هاتفيا من اسطنبول الباحث السياسي حسين السبعوي. مرحبا بك. اذا بدايه مع تكوين هذه الحكومه الجديده، اياد علاوي قال ان العمليه السياسيه سقطت منذ مده طويله بعد ان افرزت الطائفيه والاقصاء. هل تغير المنهج السياسي في حكومه عبد المهدي؟ انا لا اعتقد يتغير المنهج السياسي للسيد عادل عبد المهدي من ناحية المبدأ، من حيث المبدأ، لأن هناك تحديات كبيرة جمة تواجه حكومة السيد عبد المهدي ومن الصعب تجاوزها. وأهم هذه التحديات هو التحدي الأمني والتحدي الفساد والتحدي الخارجي، لأن الثلاثة لا يستطيع السيد عادل عبد المهدي أن يتخلص منها. الفساد معلوم في العراق على مستوى النخبة وعلى مستوى القادة، يعني فساد قمم. والتحدي الأمني لا يستطيع سيد عادل عبد المهدي مواجهة الميليشيات المفتلتة، والتحدي الخارجي لا يستطيع الحد من نفوذ إيران والولايات المتحدة في العراق. هذه التحديات الثلاثة تفشل أي حكومة وطنية وتفشل أي مشروع وطني، رغم أنه إحنا من السابق لأوانا نتكلم عن فشل الحكومة أم نجاحها، ولكن هناك معطيات على الأرض وهناك تحديات معلومة وواضحة. ولهذا السبب بحق لنا أن نتكلم قبل بدء الحكومة في برنامجها، لأن هذه التحديات يصعب على السيد عادل عبد المهدي مواجهتها. ولكن صحيفة الشرق الأوسط ذكرت أن عبد المهدي يواجه الآن معضلة مع الاتهامات بالفساد التي تلاحق وزراءه. ألا يعد تناقضا إذا رفع شعار محاربة الفساد وهناك وزراء في هذه الحكومة هم أنفسهم متهمون بالفساد؟ يعني هناك يعني كل حكومة تتشكل ترفع شعارات، لكن للأسف جميع هذه الشعارات باءت بالفشل. حكومة التكنوقراط وهي كذبة عراقية، وحكومة محاربة الفساد وهي أيضا كذبة. المشكلة في الحكومات العراقية، النظام العراقي طالما هو نظام برلماني فيجب أن تكون هناك كتلة معارضة داخل البرلمان. من 2003 إلى الآن لا يوجد كتلة برلمانية معارضة للحكومة، جميع من يفوز بالحكومة يعتبرها مغنم بالانتخابات فيعتبرها مغنم ويجب الحصول على حصته في الحكومة. هذا ليس نظام برلماني، غير لا يمكن ولم نجد ولم نسمع في العالم أجمع أن هناك حكومة نظاما برلمانيا لا توجد لديه معارضة سياسية برلمانية. هذا خطأ استراتيجي كبير جدا. الحكومة التي ليس عليها رقابة وليست عليها لا توجد معارضة برلمانية، من سيحاسبها؟ فأكيد الفساد سيستشري فيها. متى نصل إلى هذا النضج إذن؟ أنا لا أعتقد أمام هذه الكتل السياسية القائمة على العمل السياسي في العراق سنجد مثل هذا، لأن هناك عقلية انتهازية وعقلية نفعية فقط، وعقلية كما قال تقريركم إقطاعية. لهذا السبب هذه الكتل هي لا يمكن أن تأتي بمعارضة سياسية ناضجة مع مشروع وطني يقابلها وتعتمد مبدأ المواطنة في إدارة الدولة. هذا الأمر المستبعد، والسبب هي هذه الكتل نفسها. هذا لا يمكن، فاقد الشيء لا يعطي. أنا أعتقد الأمر مستبعد جدا، نحتاج إلى قانون جديد للانتخابات، نحتاج إلى برامج انتخابية، نحتاج إلى برامج سياسية، نحتاج إلى أحزاب ذات طابع وطني. آنذاك نقول أن هناك مشروعا وطنيا يعتمد مبدأ المواطنة في إدارة الدولة مع وجود رقابة ووجود معارضة سياسية برلمانية تسير الحكومة في مشروعها مع رقابة عليها. هذا مستبعد في الوقت الحاضر على الأقل. إذا ما تفسيرك لإصرار تحالف الفتح على ترشيح فالح الفياض، وكذلك نواب مسيحيون اعترضوا على ترشيح شقيق زعيم ميليشيا بابليون ريان الكلداني لوزارة العدل؟ يا سيدي، أن وزارة العدل تحتاج إلى ذوي الاختصاص وذوي الخبرة سواء في القضاء أو في القانون العراقي والقانون الدولي. من أين يأتي السيد كلداني ريان بهذه الخبرة؟ من أين له هذه الخبرة؟ السيد ريان هو قائد ميليشيا في فترة ما يريد أن يحصد ما قام به، أي يريد حصته من ما قام به من أعمال عسكرية في مناطق الموصل تحديدا ومنطقة ساحل نينوى. كيف يكون وزير العدل مثل بهذا المستوى؟ والسيد فاضل والسيد صالح الفياض ايضا هي تعتبر ضمن المحاصصه وليس ضمن المهنيه. فالسيد صالح الفياض هو كان مستشار الامن القومي معلوم، وادائه معروف، وكان لديه خصومه مع السيد العبادي ومع جميع رؤساء الوزراء الذين سبقوا. العبادي ايضا كان له مشاكل اخرى. واعتقد السيد عبد المهدي لا يستطيع مواجهه هذه التيارات. لا يستطيع، لان يعني هي من جاءت به الى السلطه، ودعم الخارجي له خصوصا الامريكي سيتخلى عنه، وهذا معروف عن الولايات المتحده انها تتخلى عن حلفائها حتى لو كانت حليفه للسيد عادل عبد المهدي.
نعم. أيضا نواب في البرلمان وصفوا هذه الحكومة الجديدة بأنها مخيبة للآمال، يعني كيف تراها أنت وأنها لم تحمل أي من الكفاءات كما ذكرنا المستقلة التي تحدث عنها عبد المهدي، ولكنه خضع في النهاية لإرادة الأحزاب؟ بالتأكيد، يعني هناك احنا يعني موضوع التقنوقراط كما قلنا هي كذبة وهي غير حقيقية، وقد نادى بها سيد مقتدى الصدر سابقا وهي أيضا كذبة. لا يوجد تقنوقراط في العراق، يعني أبدا، هناك فشل اقراط. الفشل اقراط الموجود وهو هذه النتيجة الطبيعية لما نعانيه الناب، سيعود الفساد كما كان وزيادة. السيد عادل عبد المهدي سيحاصر من قبل نواب الكتل، لا يستطيع محاسبة أي وزير، الآخرين من النواب يدخلون في صفقات مع الوزراء، وهكذا تدور العملية 4 سنوات وكأنك لم تغزوها أبازل. أخيرا، من أجل ذلك يعني تحالف سائرون حذر من سرقة الدرجات الوظيفية من الأحزاب، هل نحن أمام صراع جديد على هذه الدرجات؟ طيب السيد، يعني قادة سائرون وكتلة سائرون لماذا لا تمارس دور المعارضة البرلمانية وتترك الوزارة حتى نصدق ما تدعيه؟ نعم. أنت لا يمكن أن تشارك في وزارة وتحذر الآخرين، أنت تشارك في الحكومة وتحذر من سرقة المناصب. يا سيدي، جميع الوزراء الذين سابقا عملوا مع سائرون أو منقربين مع سائرون هم متهمين أيضا بالفساد، فكيف أصدق هذا الادعاء؟ أنا لا أصدق هذا الادعاء. الذي أصدقه أن يكون معارضة برلمانية، أنا ذاك ممكن أصدق هذا الكلام. أما من تشارك في الوزارة وتأخذ وزارات وتطالب بحصتك، تتكلم عن الآخرين تحذرهم، هذه ازدواجية في التعامل، ازدواجية في المنطق، وازدواجية في المعايير. شكرا جزيلا لك سيد حسين السبعوي، الباحث السياسي، هاتفيا من إسطنبول.